بعد أن استغرق عامين. المحقق الخاص روبرت مولر يقدم تقريره إلى المدعي العام الأمريكي ويليام بار حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، إضافة إلى احتمال إعاقة ترامب للعدالة. مسؤول الرفيع في وزارة العدل الأمريكية قال إنه بعد توجيه اتهامات إلى 34 شخصا بينهم 6 من مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين، فإن تقرير مولر قد لا يوصي باتهام المزيد من الأشخاص في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وبحسب المسؤول بوزارة العدل، فإن النتائج الرئيسية للتقرير الذي أعده مولر ستعلن عقب تسليمها للكونغرس، كما ستسلم وزارة العدل النواب ملخصا لنتائج التقارير خلال الأيام القادمة. إلى ذلك طالب مسؤولون كبار في الحزب الديمقراطي بنشر تقرير مولر بالكامل وعدم السماح للرئيس ترامب أو معاونيه بالاطلاع عليه. في المقابل رحب البيت الأبيض بتقديم التقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدثة باسمه إن الخطوات التالية تعود إلى المدعي العام، مؤكدة أن البيت الأبيض لم يطلع على تقرير المحقق الخاص بعد. أعين الأمريكيين والعالم إذن تنصب على المشاورات الجارية بين المدعي العام ونائبه ومولر لتحديد ما الذي يمكن نشره من التقرير، فيما لم تظهر حتى الآن مؤشرات حول ما إذا كانت هناك اتهامات في التقرير لترامب أو لأحد أفراد عائلته أو مستشارين سابقين له بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة.